هاي الغرفة كنا نايمين فيها وقت اللي صار الزلزال، شوف أنا كيف صار فيها، الحيطان كلها تهريت، الحمد لله إنه ما نزلت علينا، يعني لحقنا طلعنا لبرا وبعدين نزلت الحيطان، والحمد لله رب العالمين إنه ما تأثرنا، يعني الحمد لله رب العالمين. هاي الخيمة حكيت لكم عنها أنا، الخيمة صايرة 3 غرف، الحمد لله يعني كويسة الخيمة، عاطينا غطاوات الحمد لله شيء كافي، وهاي الدفاية اللي حكيت لكم عنها الحطب، الحمد لله الحطب متوفر يعني الحمد لله رب العالمين، أكل شرب الحمد لله كتير، مي متوفرة. ظلت العالم نهارين ثلاثة، العالم تحت الباطون، ظلت عالم 4 أيام تحت الباطون، طلع هيك ما تقدر تشتغل شيء، الإيد ما بتساعد، ويعني راح لنا عيال أخوي وعياله وأولاد عمي وعيالهم 25 واحد. وصار معنا بجوز أول مرة بصير بالعالم، أو ما صار مع حدا تاني بالعالم إنه في مكان دولي بالعالم يصير فيه زلزال وما حدا يستجيب، أي فريق دولي والأمم المتحدة ما تقدم أي مساعدات. هذا الشيء بصراحة ما سبق وصار بأي مكان تاني بالعالم. الأمم المتحدة فشلت فشل ذريع، أوكي أبدو اعتذار، ولكن هذا الموضوع ما بصير يمر بهذه الطريقة، ولازم يكون في تحقيق بهذا التقصير ومحاسبة المقصرين ضمن المؤسسة الأمم المتحدة. يا اخي هنا الامور مأساوية جدا، يعني اللي عم يشتغل عامل وهو بنفس الوقت مستأجر في هذا البناء، مهجر له 10 سنوات، من اين بده يبني هذا؟ هذا يا دوب يأمن قوت يومه، مثلا بده مصروف باليوم مثلا 100 مثلا 10 دولار باليوم، ومو قادر يأمن يعني يدخله ما يدخل 2 دولار، من وين بده يعمر؟ يعني العالم هلا كلها معباية بالأراضي تحت البسات بالبساتين تحت الشجر، ما في خيام، ما في تدفئة، ما في يعني إلا وصل كله مساعدات يعني من الأهالي من هون. We have to make it quick, yeah. That's all.